وحضراتكم معانا برضو نروح لاحد النجوم الكبار في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن عماد النحاس. ازيك كابتن عماد؟ كابتن اسلام ازيك يا عمد؟ حبيبي الله يكرمك كابتن اسلام، طبعا بمسي عليك وسلم عليك وعلى طبعا كابتن مصر كابتن بركان يا عماد، السلام عليكم يا عماد. منورين والله يا عمده، ايه حكايه المساكين النهارده؟ ما هو النهارده يعني كلنا بنعمل المساكين. النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض. مساكين يا عماد، محتاج الثلاثه دول. انا وانت وحشيش واسلام كمان كبكراي نلعب ثلاثة 3-5-2 ولا ايه؟ عندنا سيد معوض يا محمود يلعب معاك. سيد معوض يعني يبقى معانا كابتن عماد وكابتن مال وكابتن حشيش، عماد يلعب ورا. ايوه نرجع نلعب 3-5-2 زي زمان. ازيك يا عمده؟ ازيك يا حبيبي؟ حبيبي تمام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ خير يا كابتن والله الحمد لله. حبيبي عماد برضو عايز اعرف رايك، انت واحد من الناس اللي لعبت مباريات كثيره جدا في مثل هذه المباريات النهائيه. اولا عايز اخد رايك في مملكه سيمبا كحكم للنهائي. انا اتذكر عبد الرحيم العرجون في مباراه النجم الساحلي، طبعا انت فاكر هذه المباراه. 2007 مظبوط. في 2007 اعتقد كان نفس الموقف ده عماد، تيالي يعني ولا لا؟ اللي هو اخر مباراه ليه، ولا عبد الرحيم العرجون لعب شويه بعديها؟ الحكمين استنى، لو تفتكر في 2007 الحكمين كان اخر مباراه ليه، حكم النجم الساحلي في تونس وحكم العرجون هنا. ايوه انا فاكر ان في حد كان فيهم المباراه الاخرانيه ليه. الاثنين 0-0 والخساره هنا وحط الطرد واليوم ما كانش، كان الماتشين كانوا صعبين علينا يعني. اتلغى ضربه جزاء لبركات وخد الانذار الثاني. ايوه وماتشينا خلاص بقى، القرارات اللي كانت دايما عكسنا خاصه شديد قناوي، فاكر شديد قناوي وابو تريكه تيالي، ضرب جزاء لشديد وضرب جزاء لتريكه. لكن خلينا نقول ان احنا الظروف دلوقتي متغيره واحنا الحمد لله هنا برضو كسبانين. انا عارف ان الناس قلقانه ان مكسب 2-1 يعني خساره 1-0 لا قدر الله ممكن تخسر البطوله، لكن خلينا دايما متفائلين يعني. احنا الحمد لله هنا برضو كسبانين وقدرنا ان احنا نحرز هدفين. شغلنا الناحيه الثانيه في الماتش الثاني هيكون عامل ازاي يعني. احنا اهم شيء ان احنا ما يجيش فينا جون، ونقدر في اي وقت ان شاء الله ان احنا نجيب جون. السيناريو يكون احنا اللي بدانا يعني، هيفرق معانا كتير ان احنا نبتدي بالتسجيل. وبرده في نفس الوقت وارد نفس الضغوط اللي هم كانوا محطوطين فيها هنا، ممكن تقابل نفس الضغوط، واحنا شفنا الكلام ده السنه اللي فاتت. لكن ما كناش مهيئين السنه اللي فاتت، ما كناش مهيئين ان المباراه كانت مباراه واحده وفي ملعبهم. لكن المره دي لا، احنا المباراه شوطين، الشوط اللي هنا احنا طلعنا كسبانين، مكسب 2-0 غير 2-1 غير 1-0. لكن لو تفتكر 1-1 في ماتش الصفاقس هنا، احنا رحنا هناك كسبنا. الدوافع المفروض تبقى عارف ان انت برضه رايح هناك ان شاء الله تكسب. ولو ما جاش مكسب يبقى ما تخسرش، حتى سيناريو الخساره ان انت برضه معاك من 2-1 ان انت تقدر تتعادل 1-1، يبقى انت كل تفصيله صغيره دلوقتي انت عارفها، بدل الماتش الاولاني عدى. انت عارف انت عايز من الماتش الثاني. واظن ان احنا من اول ما الحكم صفر وانت بتبتدي، ولو تفتكر برضو مستر مانويل في ماتش الصفاقس هنا، سيناريو الماتش الثاني اتحط على طول من اوضه اللبس. لا الوقفه بتاعت نص الملعب. ودخل هو الاوضه برضو في وقال لهم انتوا بتحتفلوا في ملعبنا، احنا نيجي نكسبكم. بدايه حط الضغوط، وبعدين بدانا السيناريو ازاي، وهنلعب بكام الاول، هنلعب بثلاث ديفندرات والشوط الاولاني يعدي وبعدين الشوط الثاني. لكن انت التوفيق عدم التوفيق ان السيناريو يمشي زي ما انت عايز. صح. فنقصد سيناريو الماتش الشوط الاولاني خلص يعني. احنا كنا عايزين 2-0 3-0 وكان الماتش ممكن يودينا لكده. لكن المباراه بدل انتهت لكده، لكن احنا خلاص لازم ناخد الشوط ده عشان نبني عليه الشوط الثاني. ايوه الشوط الثاني سيناريوهات كتير، لازم هيبقى محطوط سيناريو ان شاء الله رقم واحد المكسب. السيناريو الثاني ان انت ما 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 ما, ما تخسرش، ولو لا قدر الله في خساره يبقى انت مهدف برضو يعني. انت ممكن سهل ان انت تبتدي، وحتى لو لا قدر الله جه في جون ان انت لسه هتعوض. حتى لو النتيجه وصلت ل 2-0 انت 2-1 انت رجعت تاني للمباراه مره تانية. طيب عماد، فريق الوداد في المباراه الاولى يعني نسبه الاستحواذ تقريبا للنادي الاهلي بنسبه 72-73%، 26-27% للوداد. هل شايف ان الاهلي بقى هنا لما اتسال الراجل المدير الفني للوداد عن هذا الامر، قال انا بلعب ضد فريق كبير وجمهور وضغط وكذا، فلازم كنت اقف ادافع بشكل جيد يعني. هل من الممكن ان نرى هذا السيناريو او عكسه يعني
بمعنى ان الاهلي هو اللي يدافع هناك ويصل ويترك الكره للوداد طوال هذه الفتره؟ ما انا بقول لك انت على حسب انت محتاج ايه، انت شايف ايه ازاي. برضو المباراه اكيد هتتوزع على 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 الاشواط، على الشوط، على التوقيتات، على على بدايه المباراه غير غير بدايه المباراه، الشوط الاولاني الشوط هيمشي ازاي، بدايه الشوط مع نهايه الشوط. انت بدات بالتهديد ما حصلش والشوط خلص، فانا اظن ان كل دقيقه في المباراه ليها حسابات، خاصه بدايه الشوط نهايه الشوط، بدايه الشوط الثاني نهايه الشوط الثاني على نهايه المباراه. اللي جوه دي دايما هي تفاصيل مدرب. صح. يعني اللي جوه دي تفصيل مدرب، انت انت بتشرح الاستراتيجيه اللي انت عايزها، خلاص انت عايز ايه من المباراه. عشان كده بقول لك لازم نبقى واضحين من الاول، المباراه اكيد انت بتفكر في المكسب، انت بتكسب عشان تكسب البطوله. وفي نفس الوقت التعادل هيكسبك البطوله. اللي خسرك البطوله هي النتيجه السلبيه، هي خساره مثلا 1-0. فانت هل انت تفكيرك ان انت تعوض الجون اللي عليك، ولا تقول لا ما انا ان شاء الله مش هيجي فيها جون، ما انا ممكن المباراه تطلع 0-0 انا خدت البطوله. دي المدرب اللي بيقررها بقى. اكيد بقى لعيبته. لكن هو في نفس الوقت هو جاهز لكل السيناريوهات، لكن انت هتتكلم على على 90 دقيقه، لا 90 دقيقه طبعا بدايه المباراه غير بدايه الشوط، غير وانت جوه اثناء الشوط الدنيا ماشيه عامله ازاي، هل انت هتقول انا ممكن، دايما بيفاجئنا يعني الكولر ان انه ممكن يعمل ضغط عالي. الثلاثة اللي قدام انت عندك 6 لعيبة انت هتختار منهم 3، والستة عندهم النزعة الهجومية، يعني بيرسي تاو وطاهر حسين الشحات وعبد القادر كهربا وشريف. ادي الستة لعيبة انت، وكده كده انت بتلعب بثلاثة في نص الملعب. الميزة اللي عندك في الثلاثة نص الملعب ان انت عودت 2 يشتغل جوه ال 18، يشتغل مش 8 يشتغل 10 اكتر، زي حمدي او ديانج ومروان، فما فيش حاجات كتير قدامها هتتغير. انا عارف ان معاك طبعا كابتن مصر كابتن ماهر وكابتن حشيش، لكن انت كل حاجه موجوده معاك، يعني مش الماتش ده اللي ممكن تقول هيغير مثلا يلعب بثلاثه مدافعين زي ما بدانا كلام، ان كابتن ماهر طبعا موجود، الكابتن حشيش موجود، وعماد موجود، واسلام موجود، وتجيب كمان سيد معوض، يبقى انت كده خلاص هتلعب بالخمسه دول مثلا. لكن هم الاربعه المدافعين وطريقه اللعب وكل شيء هو موجود، الوقت نفسه مش هتغير حاجه من من غير زي ما الراجل بدا هنا. بس هو كان عنده ميزه لفريق الوداد ان اخر مباراه بالنسبه له مع صن داون لعب بنفس الطريقه دي ونجح انه يخرج صن داون. ايوه صح. المباراه اللي هناك 2-2. صح. طبعا فنفس الافكار. خد نفس الافكار وعملها، انزل تحت الكره امتى، انا العب على الهجمه المرتده، انا بعمل محطه الراجل الافريقي راس الحربه اللي عنده اطلع عليه امتى، انا عنده سرعات، تويت الاهداف يجي في جون وبعدين يجيب جون، ده التوفيق وعدم التوفيق يا اسلام، مفيش غير كده في الكوره. صحيح. انت بتجتهد وبتتعب وحاطط السيناريو، حاطط سيناريو بلان 1 وبلان 2 وبلان 3، وبعدين توفيق ربنا بقى هو اللي بيمشي البطوله، مش هقول دي مباراه بقى، دي بطوله. صحيح. اللي مكتوب له ان هو ياخد البطوله، خلاص النتيجه دايما احنا كمدربين النتيجه اتكتبت. طيب اخيرا يا عمده. انت بتاخد. نعم. اخيرا عايزك تدي ده، واحنا ده كله جاب لنا مباراه النجم والساحلي، يعني انت يعني بتفكرني يا ابني يعني بحاجه، يعني حاجه يعني يلا ماشي، ده عشان العرجون بس ماشي. عماد لو هتقول حاجه لمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي حارس المرمى وكل لا الثلاث لاعبين اللي بيلعبوا استبارات او الاربع لاعبين اللي بيلعبوا استبارات، هتقول لهم ايه في مثل هذه المباريات المضغوطه؟ يعني المواقف دي يعني مش قلت بقى خليني لعيب الاول، يعني في نفس الظروف لعبت وانت هادي ولعبت وانت متعصب، ده وانا هادي احسن. يعني وانا هادي افضل طبعا. 2005 او 2006 غير 2007. وانت مضغوط، وانت مضغوط الامور بتبقى صعبه شويه. صحيح. مضغوط يعني عايز تعمل كل حاجه في الوقت وكلها قرارات سليمه، فانت سيناريو الماتش انت بتعيشه من بدري، فتحط على نفسك ضغوط اكتر. خلي الهدوء هي سمه بالنسبه لك. حته ان انا عدم ارتكاب اخطاء، خليك واثق ان انت الثلاثه لعيبه دوليين هيبقى عليهم عامل كبير جدا، ان انت من اكتر الناس اللي هتوصل الثقه دي
لزمايلك. كلامك مع زمايلك مهم جدا. خلي المباراه مراحل. كل وقت بيعدي لازم طريقه كلامك تتغير مع زمايلك. دايما تشتغل مع زمايلك على الدوافع. ان كل ما المباراه ماشيه في صالحك انت تركيزك بيعلى، خاصه في بدايه المباراه ونهايه المباراه لازم تركيز بيعلى، لازم كمدافع تركيز بيعلى. وما اشغلش بالي ان انا وارد الاخطاء في الكوره، وارده يعني، مش ما فيش حد بيطلع في مباراه عامل ال 90 دقيقه زي بعض. صحيح. فوارد ان انت تغلط، لكن اهم شيء حتى ساعه الغلط انت لازم تحافظ على اعصابك. يعني ده يبقى اذا الهدوء هو الاهم في هذه المباراه الصعبه والمهمه جدا. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن عماد النحاس.